شكرا لمشاهدتك تريندينج، سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها. في النهار القصير تصادف على مواقع التواصل الاجتماعي على الأقل 3 فيديوهات لفتيات كهذه، تضع المكياج أمام الكاميرا فتتحول بقدرة قادر من شكل لآخر، وقد تفلح بالترويج لبعض المنتجات. نادرا ما تصادف أشخاصا كهذا ينفذون مكياجا سينمائيا فيحول نفسه إلى باتمان، إلى شارلي شابلن، إلى أي شخصية سينمائية أخرى. لكن من شبه المستحيل أن ترى شابا سعوديا في العلن يفعل ما تفعله الفتيات ويضع المساحيق على وجهه والمسكارا على رموشه، إلى أن المغردين تداولوا فيديو لشاب يقولون إن اسمه مصلح العتيبي يعلم متابعيه الطريقة الصحيحة للمكياج على تيك توك. انظروا. فتعرض الشاب وقبيلته ودولته للكثير من الهجوم والإساءات والسخرية. نبدأ بهذه التغريدات. تغريدة من عبد الله الدبداب يقول: هذا مرض، الله يكفينا الشر، حرام في الشنب، الله ياخذه، الله يرفع عنه ولا يبلانا. سكينة تقول في هذه التغريدة: الواحد وده يدعى الخلق للخالق، بس ساعات الخلق حالي يمسخونها، فما تلومونا لما نغلط على هالأشكال، فياليتكم ما تنزلوا شيء مثل هكذا وتنشرون أفعال هالأشكال. أما بالنسبة لسارة يوسف فتقول: ليته يحترم القرعة قبل الشنب، الأسهل يحلق شنبه اللي ماله لازمة ويلزقه براسه أو بفلوس الميك اب يزرع شعرتين يستر جبهته، تعيره بأنه أصلع. أما زوز الحربي يقول في التغريدة: ترى ظابط المكياج بس الشنب مخربه، لو كمل معروفه وشاله، بس اللي محيرني هو في ميك اب ارتست اسمه مصلح وسعودي كمان. امل العتيبي، اسمها امل العتيبي، تقول: انا وين اودي وجهي من العربان، والاسم هو اللي سبب لي الصدمه، ترى مو المكياج، الله يهدي، كان حط اسم مستعار او لقب اي شيء غير هالاسم. لكثره التبليغات السعوديون بلغوا على هذه الصفحه، ولكثره التبليغات على هذه الصفحه تم اغلاقها، ولولا هذا الاغلاق لما عرفنا الحقيقه. فالشاب لا عتيبي ولا قحطاني ولا سعودي بالاصل، الشاب من بورتوريكي. انظروا. Okay, so all the drama started when this Twitter account posted me saying that I was Saudi Arabian and everybody was furious. They ran to my poor little Instagram and got it deleted, saying that I was faking an ethnicity, I'm Puerto Rican. But Instagram started posting me talking about, I don't know what it is, they put a link to sell hair, they're trying to get me to sell their wigs. Like, I'm not even wearing a wig, don't do me. I have no clue, I guess this means ha ha ha, but oh well. Moral of the story is they stole this video from me and said that I was Saudi. I'm sorry to anybody that I might have offended, you know, I was just doing my makeup, but I hope this clears everything up for you guys. And I have a new Instagram account. People are helping me out, sharing me. Thank you. Bye guys. إذن المسكين خسر 1160 متابعا على صفحته القديمة بسبب التبليغات، وفتح صفحة أخرى ويبنيها من جديد فوصلت إلى 127 متابعا. الآن وقد عرفتم الحقيقة، هل ستبلغ عنه من جديد أم ستتابعونه؟ علقوا على الموضوع. إذا أردتم